السلام عليكم. الجيش البريطاني بدأ بالإعداد لحملة عسكرية لضرب جماعة الحوثي في اليمن بشكل مباشر. الأمر أصبح واضحا من عدد من المصادر التي نشرتها بريطانيا، عبر على سبيل المثال The Times البريطانية في 48 ساعة الماضية، بالإضافة إلى ذلك إلى تصريحات مباشرة قادمة من وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الذي نشرت تصريحات له على التلغراف البريطانية يوم أمس مرتبطة بهذا الأمر بشكل مباشر، الذي سيجري بحسب هذه المصادر بأنه سيكون هنالك بيانا مشتركا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعددا أيضا من الدول الأوروبية، سيعلنون من خلال هذا البيان عن البدء بحملة عسكرية مباشرة على جماعة الحوثي في اليمن. ستستهدف جماعة الحوثي على الأراضي اليمنية وجماعة الحوثي كذلك في البحر الأحمر، أي أن هذا الأمر يفتح الباب مباشرة إلى استهداف ميناء الحديدة الذي يعتبر النقطة الرئيسية لجماعة الحوثي في استهداف وفي احتجاز السفن الشحن العالمية الدولية، إن كانت الإسرائيلية أو الغير إسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل أو التي لا علاقة لها بإسرائيل بأي شكل من الأشكال في البحر الأحمر. وسيتم استخدام المئات والمئات من الصواريخ باتجاه جماعة الحوثي، وكذلك سلاح الجو الملكي البريطاني أيضا سيشترك في هذه العملية. وجاء بالذكر أيضا المدمرة البريطانية HMS Diamond المتمركزة أيضا في البحر الأحمر بأنها ستكون جزءا من الحملة العسكرية القادمة على جماعة الحوثي. ويجب أن لا ننسى المدمرات الأمريكية وأهم القدرات الأمريكية المنتشرة في هذه المنطقة، ألا وهي حاملة الطائرات العملاقة USS دوايت آيزنهاور في خليج عدن هنا. وبالتالي تطور وتصريحات كبيرة للغاية من الجانب البريطاني قادمة على جماعة الحوثي بهذا الشكل. وجرانت شابس وزير الدفاع البريطاني كانت له تصريحات بهذا الصدد، وأهم هذه التصريحات ذكر الآتي: بريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراء مباشر ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين هاجموا مرارا وتكرارا السفن في البحر الأحمر. وهذا التصعيد البريطاني الهائل بهذا الاتجاه هو يأتي مباشرة ومتزامنا بعد حدث تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية والبنتاغون عن تطور واشتباك في البحر الأحمر مع جماعة الحوثي. وجماعة الحوثي في اليومين الماضيين الذي قامت به هي استهدفت إحدى السفن التابعة لشركة ميرسك، شركة الشحن المهمة للغاية التي عادت تشحن على مستوى البحر الأحمر. جماعة الحوثي قامت بعملية مهاجمة هذه السفينة بأربعة زوارق عليها مسلحين، حاولوا من احتجاز هذه السفينة، ولكن الشركة وشركة الأمن المرتبطة والمتعاقدة مع شركة ميرسك قامت بالاستجابة لهذه الزوارق، وبالتالي جماعة الحوثي لم تتمكن من فعل شيء لهذه السفينة. وبدأت السفينة طبعا بإطلاق نداءات الاستغاثة للمدمرات والقوة الأمريكية أو القوة التي تأتي من ضمن تحالف حارس الازدهار لمساعدتها. وجاءت هنا USS دوايت آيزنهاور حاملة الطائرات الأمريكية تدخلت من أجل إنقاذ هذه السفينة، سفينة الشحن التابعة لميرسك، وانطلقت مروحيات من USS دوايت آيزنهاور لتصل طبعا ولتواجه هذه الزوارق الخاصة بجماعة الحوثي. وفي بادئ الأمر بحسب التصريحات القادمة من القيادة المركزية الأمريكية طلبت المروحيات مباشرة من هذه الزوارق أن تنسحب إلى الأراضي الخاصة بها، أن تنسحب الزوارق إلى أراضي جماعة الحوثي إلى ميناء الحديدة أو غيرها، ولكن فجأة قامت هذه الزوارق باستهداف وأطلاق النار مباشرة على المروحيات الأمريكية، وهو الأمر الذي دفع مباشرة المروحيات الأمريكية إلى استهداف وضرب ثلاث زوارق تابعة لجماعة الحوثي أغرقتها، وأدى هذا الأمر إلى مقتل 10 من عناصر جماعة الحوثي مباشرة بهذا الشكل. لم تكن هنالك أضرار لا على المروحيات ولا على السفينة التابعة لميرسك، ولم يكن هنالك جرحى أو قتلى من الجانب الأمريكي أو حتى من جانب من هم متواجدين في هذه السفينة. لكن هذا الحادث طبعا أثر على حركة ميرسك في هذه المنطقة، فكانت آخر صور واضحة لسفينتين لميرسك على سبيل المثال هنا كما نلاحظ من آخر تسجيل في يوم الحادثة، إحدى سفن الشحن عبرت قناة السويس دخلت إلى البحر الأحمر، ولكن
بمجرد ما اقترابها من اليمن مع وصولها إلى مكة قامت بالالتفاف بهذا الشكل والعودة بأدراجها إلى قناة السويس وإلى البحر المتوسط. وهذه سفينة أخرى أيضا من شركة ميرسك أيضا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، بمجرد ما دخلت قناة السويس قامت بالالتفاف مرة أخرى للعودة بأدراجها، وبالتالي هنالك خسائر مستمرة وضغط مستمر بهذا الاتجاه. وهنا تأتي النظرة المهمة بالنسبة للجانب البريطاني، فوزير الدفاع البريطاني هنا لا ينظر فقط لهذه الحادثة كسبب للضربات القادمة أو الحملة العسكرية القادمة على جماعة الحوثي، لا أبدا، بل يأخذون الصورة الأكبر لما هو قادم. الجانب البريطاني هنا يتحدث إن لم يكن هنالك ردعا أو قوة كبيرة موجودة في البحر الأحمر أو ضربات مباشرة لجماعة الحوثي لشل قدراتها في استهداف خطوط الشحن الموجودة في البحر الأحمر أو في خليج عدن وإيقاف كل ما يجري، فإن هذا سيفتح الباب للآخرين أن يستهدفوا سفننا ويستهدفون الطاقة الخاصة بنا، على سبيل المثال كما ذكر بحر الصين الجنوبي. هنا هذه هي تايوان التي ترونها طبعا، وهذه هي الصين، واستهداف بحر الصين الجنوبي يعني أن السفن المارة بهذا الاتجاه كما ترون ستكون في مشكلة، لأن السفن كل هذه السفن ترتبط ببحر العرب كما تلاحظون، أو تذهب من هنا عبر رأس الرجاء الصالح عبر أفريقيا لتتجه مباشرة إلى مضيق جبل طارق، وبالتالي أي استهدافات هنا في هذه المنطقة ستتسبب بمشاكل على مستوى شحن التجارة العالمية، التجارة البحرية، أو حتى على مستوى النفط العالمي. وأيضا في نفس الوقت إن لم نشدد قوتنا في البحر الأحمر كما يتحدث وزير الدفاع البريطاني، فإن الأمر سينعكس أيضا على شبه جزيرة القرم أي في البحر الأسود، بمعنى آخر بأن مضيق البسفور سيكون في مشكلة، المضيق الذي يربط طبعا البحر الأسود مباشرة بالبحر المتوسط. أي استهدافات لأي سفن شحن، شركات الشحن ستتوقف عن الشحن أو سترفع نسب التكاليف للشحن، وبالتالي ستكون هنالك مشكلة وارتفاع للأسعار في كل شيء. ويجب أن لا ننسى بأننا الشهر الماضي في ديسمبر من العام الماضي كنا أمام تهديدات إيرانية قادمة باتجاه البحر المتوسط لمحاصرة البحر المتوسط وكذلك مضيق جبل طارق، بالتالي تلاحظ أن الممرات المائية كلها من الممكن أن تكون خطرة أو تحت الخطر في حالة أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لم تفعل شيء تجاه ما تقوم به جماعة الحوثي في اليمن تجاه خطوط الشحن على مستوى البحر الأحمر. وهذه طبعا مسألة مهمة وخطيرة للغاية، وخاصة إذا ما قارنا في 18 ديسمبر الشهر الماضي من العام الماضي، سترى بأن حركة السفن كانت نوعا ما مقبولة في البحر الأحمر كما تلاحظ هنا بهذا الشكل، ولكن مباشرة في 25 ديسمبر هذه صورة مقربة للـ18 ديسمبر، لاحظ قبل ولاحظ في 25 ديسمبر كيف أن السفن تقريبا اختفت من البحر الأحمر وتوقفت بسبب توقف شركات الشحن من النقل عبر البحر الأحمر. وستلاحظ هنا طبعا بأن الشحن إذا ما ابتعدنا قليلا من 25 ديسمبر ستلاحظ الكل بدأ يشحن ويرسل سفنه بهذا الاتجاه إلى مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط، وليس هنالك شيء قادم في هذه المنطقة، وهذا ممكن أن يتسبب بكوارث منتبه لها طبعا بريطانيا، وبريطانيا تتحدث عن شيء كبير هنا. فمضيق باب المندب أساسا تمر من خلال مضيق باب المندب عدد من الأمور الرئيسية والمهمة، التجارة العالمية على سبيل المثال نتحدث عن 85% من التجارة العالمية هي تمر عبر هذه المنطقة. هذه التجارة العالمية طبعا هي مهمة بالنسبة لأوروبا أكثر من الجانب الصيني أو من جنوب شرق آسيا، المهم هي أوروبا، ما هو قادم من الصين، من ماليزيا، من الفلبين أو غيرها، وبالتالي 85% من التجارة العالمية و12% من التجارة البحرية، بالإضافة إلى ذلك إلى أن 10% من النفط العالمي يمر عبر مضيق باب المندب، أي نحن نتحدث من 6 إلى 7 مليون برميل للنفط يوميا يمر عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس مباشرة إلى أوروبا عبر 21,000 سفينة هي التي تقوم بنقل هذا النفط. وهذا يعني بأن هنالك مشكلة كبيرة مع توقف عمليات ضخ النفط بهذا الاتجاه، هو الذي سيؤدي في نهاية المطاف إذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل وارتفاع نسبة الشحن بنسبة 200% التكاليف بالنسبة لشركات الشحن، هذا سيؤدي إلى رفع أسعار وسعر برميل النفط من 10 إلى 15 دولار
على برميل النفط الواحد إذا استمر الوضع على ما هو عليه. يعني 6% من العجز النفطي العالمي، سيشهد العالم عجزا ب 6% على مستوى النفط العالمي. وأيضا إذا ما دخلت إيران على سبيل المثال للضغط مباشرة على مضيق هرمز وعلى عمليات السفن النفطية أو النقل النفطي الذي يأتي في هذه المنطقة، طبعا في خليج عمان، في بحر العرب، في مضيق هرمز، فإن هذا سيعني أن برميل النفط مرشح أن يرتفع ويصبح سعره إلى 150 دولارا لبرميل النفط الواحد. لاحظ الخطر الكبير هنا القادم مع استمرار الوضع على هذا الوضع وعلى فقط المضيق باب المندب وعلى البحر الأحمر، ولن نتحدث حتى هذه اللحظة عن ما ممكن أن يكون قادما تجاه بحر الصين الجنوبي أو البحر المتوسط أو مضيق جبل طارق أو شبه جزيرة القرم في البحر الأسود كما تحدث وزير الدفاع البريطاني. بالتالي هذا الموقف خطر للغاية، ويحاول تحالف حارس الازدهار أن يبتعد عن هذا السيناريو الخطير للغاية. وطبعا الأمر في تصعيد كبير مع إعلان بريطانيا لحملة عسكرية محتملة مشتركة على جماعة الحوثي في اليمن. إيران أيضا أعلنت عن إرسال إحدى مدمراتها المتقدمة إلى البحر الأحمر، وهذه المدمرة أصبحت متواجدة الآن هنا في النقطة الحمراء التي ترونها هنا. هذه هي المدمرة، قد وصلت فعلا إلى هذه المنطقة وأصبحت جنبا إلى جنب مع هذه السفينة، ألا وهي بوشهر، هذه السفينة المهمة المتهمة بالنسبة للغرب. الغرب يتهم كثيرا هذه السفينة بأنها تقوم بالعديد من عمليات الاستخبارات أو ترسل العديد من المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي لكي تقوم بالاستهدافات التي تقوم بها على خطوط الشحن للسفن الإسرائيلية وغير الإسرائيلية المتجهة لإسرائيل أو الغير متجهة لإسرائيل. وهذا يعني أيضا رسالة كبيرة جدا من الجانب الإيراني بأننا حاضرون في حالة كان هنالك تحالف وهجمات مباشرة على جماعة الحوثي. وهذا طبعا أيضا يفتح بابا مهمة للجانب الإسرائيلي لاستهداف هذه السفينة الإيرانية. يجب أن لا نستغرب ما رأينا ضربة غامضة على المدمرة الإيرانية أو حتى السفينة الإيرانية الأخرى لإضعاف إيران وتأخير مسألة مشاركتها للمعلومات الاستخبارية مع جماعة الحوثي أو حول ما هو قادم أيضا باتجاه على سبيل المثال خليج عمان وغيرها. تكون معلومات مفيدة طبعا للجانب الإيراني، بالإضافة إلى ذلك إلى أن الأمور تبدو متوترة بعد هذه الأنباء القادمة من قبل الجانب الإيراني ومن قبل الجانب البريطاني. أيضا وجدنا لقطات واضحة جدا لكبير المفاوضين لجماعة الحوثي محمد عبد السلام وهو يتواجد في إيران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ليتفاوض معه عن عدد من الأمور. الأمور متوترة ومتوترة للغاية حتى على مستوى الجنوب اللبناني. في جنوب لبنان هنالك ضربات متبادلة بين الجانب الإسرائيلي والجانب في حزب الله اللبناني. هذه كانت يوم أمس ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان. قبل ساعة من الآن كنا أمام استهداف كبير في الضاحية الجنوبية في لبنان، أدت إلى مقتل قيادي مهم للغاية على مستوى حركة حماس وعناصر مرافقين له. والأمور في تصعيد كبير في ظل أن الولايات المتحدة أيضا من جهة أخرى أعلنت أيضا في اليومين الماضيين بأن USS جيرالد فورد حاملة الطائرات العملاقة المتواجدة في البحر المتوسط بأنها ستعود إلى أدراجها وستخرج وستغادر البحر المتوسط. نعم هنالك مدمرات أمريكية مثل USS بتان كانت قد حلت محل حاملة الطائرات الأمريكية، ولكن هذه قد تكون رسالة واضحة جدا لإسرائيل في مسألة رغبتها في الحرب مع حزب الله اللبناني. ويبدو أن إسرائيل لا زالت تصعد على حزب الله اللبناني وتبحث عن شيء، تبحث عن أكشن مع حزب الله اللبناني. كذلك في نفس الوقت إن إسرائيل رفضت أي هدنة بحسب موقع أكسيوس الأمريكي. كان هنالك عرضا من حركة حماس من أجل هدنة أخرى، وقف لإطلاق النار، تبادل للأسرى. إسرائيل رفضت هذا الأمر. لا بل إن إسرائيل مستمرة أيضا في التقدم في قطاع غزة بحسب آخر تحديث صادر من الوار مابر بهذا الشكل الذي ترونه. هذه هي خارطة شمال قطاع غزة، هنا قبل وهنا بعد. هذا هو آخر، وهذه آخر التطورات على شمال قطاع غزة. كما تلاحظون بعض التغيرات قد أصبحت في صالح الجيش الإسرائيلي ولم تتبقى إلا نسبة قليلة تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية. أيضا على مستوى وسط قطاع غزة باتجاه مخيم البريج ومخيم النصيرات، أيضا لاحظ هنا قبل وهنا بعد. لاحظ التطور بالنسبة للجيش الإسرائيلي وكيف أنه يندفع إلى وسط
قطاع غزة وأيضا على مستوى جنوبي باتجاه خان يونس. تلاحظ هنا قبل وهنا آخر تحديث، لاحظ كيف الأمور تغيرت، وهنا لاحظ الصورة الكاملة من قبل وبعد. لهذا هو آخر تحديث للجانب الإسرائيلي، وتلاحظ بأن إسرائيل قد تطورت في وسط قطاع غزة بشكل أكبر وبدأت تحاول قطع الطريق. السيطرة يبدو بأنها تبحث عن محاصرة مخيم البريج وكذلك الذهاب للسيطرة أيضا على المخيم الآخر المهم ألا وهو النصيرات، وبعد ذلك طبعا البحث عن محاصرة دير البلح، ومن ثم إغلاق هذه المنطقة بأكملها شمال قطاع غزة. لم يتبقى شيء أبدا، وبالتالي إسرائيل فعلا بدأت تزيد من نسبة سيطرتها على هذه المنطقة. وهذا كله يوضح أن مسألة التصعيد إن كانت مع جماعة الحوثي، إن كانت مع حزب الله اللبناني، أو إن كانت حتى مع إيران في ظل هذه التطورات، هي حاضرة وحاضرة للغاية، والوضع خطير للغاية، وخاصة نحن على بعد ساعات من الذكرى الرابعة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد.